اهلا بكم، يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وفي احسن حال. يمكن اول ما عرفت الخبر ان انا هعمل تيد توك، يمكن ده التاني ليا، كنت مش قادر اعرف بالظبط ايه الحاجات اللي انا ممكن اقولها في 18 دقيقة. بس حبيت ان انا اشارك معاكم قصتين. قصة ربما تكون انها حزينة، تمام، وقصة ربما تكون انها سعيدة. وبين احنا دايما انا مقتنع بالديمقراطية، فحابب اعرف انتوا حابين اشارك معاكم انهو قصة. هل حابين نبدأ بالقصة السعيدة او القصة الحزينة؟ اللي عايز القصة السعيدة يرفع ايديه. طيب اللي عايز القصة الحزينة يرفع ايده. اوكي طيب هنبدأ بالقصة الحزينة. شوية حقائق عن نفسي. أنا عمرو من اسكندرية. والدي لم يحصل على أي شهادة مدرسية. والدتي اتخرجت من ثانوية بس ما كانش معاها شهادة جامعية. كل أقاربي يمكن اللي أنا أعرفهم سواء عماتي أو خالاتي الثمانية ما فيش حد فيهم حصل على شهادة جامعية. تلقيت التعليم بتاعي في مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي كانت مدرسة حكومية. وكنا عايشين في منطقة يعني متوسطة، ما كناش عندنا حاجة كبيرة يعني. ليه حابب أبدأ البداية دي؟ لأن البداية دي هي بداية بتاعت ملايين الشباب اللي موجودين في مصر حالياً. فأنا فخور إن بنتمي لملايين الشباب اللي اتعلموا في مدارس حكومية في ابتدائي وإعدادي وثانوي. دي كده القصة الحزينة. تحبوا نخش على القصة السعيدة؟ أول حاجة أنا اتخرجت من كلية صيدلة جامعة اسكندرية. تقدير جيد جدا الا 2%. وفي الثانويه العامه حصلت على 98%. تاني حاجه ان انا وفي فتره الثانويه العامه وفتره الاولى كليه خدت الايلتس واي سكورد 8، خدت التوفل واي سكورد 113، وخدت الاولد اس اي تي بتاع الامريكان دبلوما انا سكورد 2000. النقطة التالتة، النقطة التالتة إني سافرت حوالي أكتر من 20 دولة، حصلت على ما يقرب من 17 منحة داخل وخارج مصر. ده مشكلة. وده كان من خلال منح ممولة بالكامل مع هيئات ومؤسسات عالمية. الحقيقة الرابعة إن أنا حالياً عندي شركة ناشئة في مجال التدريب والتنمية، بنعمل مشاريع مع مؤسسات كبيرة منها السفارة الأمريكية بالقاهرة. والمشروع اللي بنعمله حاليا في 20 محافظة منهم أسيوط، فكنا بنعمل ورش عن التنمية المستدامة وورش عن المشاركة المجتمعية. آخر حاجة إن أنا بقدم محتوى تعليمي مرئي على اليوتيوب وفيسبوك وإنستجرام. طيب خليني أبدأ معاكم زي ما بدأت بوالدي ووالدتي اللي هم أغلى حاجة في حياتي واللي هم أكتر ناس يمكن ما ادونيش كتير جدا من المال، ولكن ادوني من وقتهم واديني من جهدهم، وكانوا بيتعبوا كتير جدا 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 عشان يخلوني أفضل إنسان في الدنيا. ولو في حاجة أنا ممتن ليها بعد فضل ربنا فهو تعب والدي ووالدتي وجهدهم معايا. أهم نصيحة نصحها لي والدي، ودي كانت النصيحة الذهبية وأنا صغير، كان والدي بيقول لي كل شخص سوف تقابله في حياتك يعرف شيء لا تعرفه، حاول الاستفادة من ذلك. كان عندي صندوق من وأنا صغير كنت مسميه صندوق الحكمة، فأي حد كان بيقولي نصيحة أو معلومة أو مقولة كنت بكتبها وكنت بحطها في الصندوق ده، وكانت بتظهر في الوقت المناسب. وأول نصيحة حابب أشاركها معاكم عرفتها من مدرس الرياضيات وأنا في سنة 6 ابتدائي، فكان بيقول لي قبل أن تفعل أي شيء، دي أول حاجة هنبدأ بيها، قبل أن تفعل أي شيء عليك أن تسأل نفسك سؤالين، لماذا وكيف؟ ولماذا لابد أن تأتي أولا؟ لأن من لديه لماذا يستطيع أن يجيب على كل كيف. فلماذا وكيف حدث هذا؟ ده هيكون حديثنا في العشر دقايق الجايين بعد القصتين دولت. يمكن أنا حكيت بداية القصة وحكيت نهاية القصة، ولكن في تفاصيل كتير جدا في نص القصة. أي حد بيتكلم على النجاح
فهو بيتكلم على النجاح زي الايسبرج كده. اي ايسبرج او اي جبل جليد 10% منه بيكونوا فوق سطح البحر، لكن 90% منه بيكونوا تحت سطح البحر. ال 10% دوت اللي انا قلتهم، السفر والمنح والشركه واليوتيوب والتقديم والحاجات كلها اللي احنا بنتكلم عليها. لكن في حاجات كتير جدا حابب اشاركها معاكم هي ال 90% اللي تحت سطح البحر. وانا حابب اشارك معاكم 7 نقاط. السبع نقاط دولت لو انتوا عملتوهم في حياتكم ان شاء الله يكونوا بيضمن لكم فرصه كبيره جدا انكم تقابلوا في منح، وكمان تتقابلوا في فرص تانيه كتير في حياتكم. فجاهزين للرحله مع بعض؟ جاهزين نغوص مع بعض؟ طيب، اول حاجه هي العمل التطوعي. لو في حاجه انا ممتن ليها بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وبعد دعاء الوالدين بابا بابا، فهو العمل التطوعي، انك تكون جزء من مجتمعك. ويمكن انا بديت الموضوع ده من وانا صغير خالص مع جمعيات خيريه، شنط رمضان، تسقيف بيوت، توصيل ادويه. حتى كنت انا قعدت 6 سنين في العيد الكبير كنت بشتغل في مشروع لاعاده جلود الاضاحي واستخدامها كتبرعات لمستشفى للمبتسرين. قعدت 4 سنين في العيد الصغير بشتغل مع حركه لمكافحه التحرش في السليمات. كنت جزء كتير جدا من اعمال تطوعيه، سواء اتحاد طلاب جامعه اسكندريه اللي كنت مسؤول فيه عن اللجنه الثقافيه والاعلاميه، اشتركت مع كثير جدا من التيمات الطلابيه والانشطه الطلابيه، نماذج المحاكاه، البرامج الثقافيه مع وزاره الشباب ومع وزاره الثقافه. كل ده كان بيخليني اقدر اتعرف على نفسي اكتر، اقدر اعرف انا مين، وكان بيحسسني ان انا كشخص مسؤول عن المجتمع، انا كشخص جزء من الحل مش بس انا جزء من المشكله. وده كان بعد مقولة كنت قريتها لدكتور مارتن لوثر كينج، كان بتقولك إن كل شخص يمكن أن يكون عظيماً لأن كل شخص يمكن أن يخدم مجتمعه. Everybody can be great because everybody can serve. أي حد ممكن يكون عظيم طالما هو بيخدم المجتمع اللي هو فيه. فأهم نقطة وأهم نقطة فعلاً أثرت فيها وبدعوا الناس ليها كلها هي الأعمال التطوعية، إنك تكون جزء من المجتمع. النقطة الثانية ودي نقطة مهمة جدا هي تعلم اللغات الأجنبية، وطبعا أهمها الإنجليش. أنا ذكرت الآيلتس والتوفل والأس إي تي وكل الامتحانات دي، بس حتى الإنجليزي حاليا مش كفاية، فمهم جدا أنك تكون بتتعلم لغات تانية. أنا حاليا بتعلم فرنساوي وأسباني، وبفكر كمان أن ناخد ألماني الفترة الجاية. في 5 حاجات حابب أشاركهم معاكم. 5 حاجات دولت لو أنت عملتهم هيساعدوك بشكل كبير جدا أنك تتعلم اللغات بسهولة جدا، وهم أنا بسميهم 5 نظريات كده. أول نظرية ودي مهمة جدا في تعلم اللغات هي نظرية السلسلة. النظرية دي بتحل مشكلة كبيرة جدا إن أغلبنا لما كان بيتعلم إنجليش كان بيتعلم إنجليش إن هو بيجي قبل الامتحان يذاكر 3-4 أيام أو يذاكر 5-6 ساعات ويخش الامتحان يفرغ الكلام وخلاص. اللغة بتكون محتاجة استدامة. إنك تتعلم كل يوم نص ساعة إنجليش أحسن ما تيجي يوم الجمعة تتعلم 3 ساعات، أو إنك تتعلم إنجليزي أو أي لغة ساعة يومياً أحسن ما تيجي يوم الجمعة تتعلم 6 ساعات. لازم يكون ليك ورد ثابت يومياً من تعلم اللغة يومياً. And don't break the chain، لا تكسر السلسلة. الحاجة الثانية نظرية البغبغان. إيه نظرية البغبغان؟ أكتر حاجة ساعدتني إن أنا كنت بتعلم اللغة إني كنت ممكن إن أنا مثلاً أتفرج على تيد توك أكتر من 100 مرة، ان اتفرج على فيلم اكتر من 200 مرة. انا فاكر ان انا في تيد توك كنت بتفرج عليه كنت بقوله عن ظهر قلب، بقوله بنفس الانتونيشن، بنفس البرونانسيشن، بنفس الفلوينسي، بنفس كل حاجه. فمهم جدا انك وانت بتتعلم الحاجه انك تكررها وتعيد وتزيد فيها كتير جدا، مش انك تتعلم حاجات كتير، انك تتعلم حاجه وتتقنها لحد ما تتقنها بشكل كبير جدا. وركز جدا مع نظريه البغبغان. النظرية الثالثة بسميها نظرية الترين أو الميكروباص أو القطارات أو أي حاجة. أنا جيت من اسكندرية لحد أسيوط في حوالي 14 ساعة. في ال 14 ساعة دي كانت الناس القطر طبعاً اتأخر بشكل كبير زي عادة أي قطارات أو أي مواصلات. الناس كلها متذمرة ومتضجرة ومتضايقة جداً، وأنا في الفترة دي اتفرجت على 10 تيد توك عشان طبعاً جاي أحضر، منهم واحد شفته 7 مرات. قعدت ان انا اسمع اوديو بوك، كنت كان معايا كتاب خلصت 3/4 وخلصه ان شاء الله وانا راجع في الطريق. فمهم جدا انك تستغل الاوقات المستقطعه. انت مش محتاج انك تقعد على مكتب او انك تقعد بقى تنظف المكتب وتحط ترص الحاجه عشان تتعلم. انت ممكن تتعلم وانت في المواصلات، ممكن تتعلم وانت منتظر الدكتور، وانت في مصالح حكوميه، وانت في اي وقت. استغلال اوقات التعلم ده مهم جدا، هتلاقي في وقت كتير جدا بيضيع في يومك انت ما بتعملش فيه اي حاجه. النظرية الرابعة وهي نظرية العجلة، دي مهمة جدا. أنا دايما بشبه تعلم اللغات
بتعلم السباحة أو تعلم العجل. فاكر أول مرة كنت بتعلم فيها عجل إيدي دي اتجبست وإيدي دي اتجبست تمام؟ كنت بحاول أتعلم سباحة كنت هغرق مرتين. بس اللي عايز أقوله لك إنك من غير الممارسة من غير التطبيق العملي للغة عمرك ما هتتعلم أي حاجة. لازم تتعلم، لازم تعمل أخطاء، ثم بعد كده ده بيعمل توازن معاك على مراحل كبيرة. فكون متأكد إنك الناس هتتريق عليك، الناس هتسخر منك، هتسخر من اللغة بتاعتك، هتقولك أنت إزاي بتقول الكلمة دي كده، إزاي بتقول water مش water، يعني هتلاقي ناس كتير قوي تتريق عليك بشكل كبير جدا. بس مهم جدا تكون واثق إنك لو اتكسفت، إنك لو ما اتكلمتش، لو ما طبقتش، لو ما خدتش فرصتك عمرك ما هتتعلم. الحاجة الخامسة ودي نظرية مهمة جدا بحب أشاركها مع الناس، ألا هي نظرية صندوق الكلمات. وانا صغير كان عندنا ميس اسمها ميس فرانشيسكا، كنت بتديني في منحه خدتها وانا صغير مع السفاره الامريكيه، فكانت بتدينا كورسز في الريدنج، فكان الكلمات الصعبه كنا بنحط عليها خط بنعلم عليها، وكنا بنعملها في حاجه اسمها فلاش كاردز، فكنا بنحط الكلمه والديفينيشن بتاعها او التعريف بتاعها واكزامبل. كان بيطلب مننا نحفظ من 5 لـ7 كلمات في اليوم، او اقصى حاجه نحفظ 10 كلمات في اليوم. لو حفظت 10 كلمات في اليوم فمعناها 3650 كلمه في السنه، لو 7 كلمات فانت هتتجاوز 2000 كلمه في السنه. افعال صغيره جدا ممكن تعملها في 10 دقائق بس بتعمل انجازات كبيره على المدى البعيد. الحاجه الثالثه ودي مهمه جدا وانصح بيها الناس جدا، القرايه. لازم يكون ليك ورد ثابت من القرايه، على الأقل لازم تكون بتقرأ كتاب كل شهر، إن لم يكن كتاب كل أسبوع. Leaders are readers. الناس المثقفين والناس القادة والناس النخبة على كل مستوى العالم هم أكثر الناس قراءة. هتلاقي بيل جيتس، ستيف جوبز، نيلسون مانديلا، مهاتما غاندي، كل الناس دي بتتكلم على reading routines بتاعها. وقد إيه إن القراءة بتمنحها رؤية مختلفة للعالم، بتمنحها فرصة إنها تشوف العالم بشكل مختلف وإنها تاخد قراراتها بشكل صحيح. فانصحكم إنكم لازم يكون ليكم ورد ثابت من القراءة. الحاجة الرابعة ودي حاجة مهمة جداً هي العمل والاستقلال المادي. مهم جداً إنك في فترة الجامعة خصوصاً لو أنت تجاوزت 18 سنة إنك تكون مسؤول عن نفسك ومستقل مادياً. ده مش معناها إنك يعني عشان أهلك ما يدكش فلوس أو كده، يعني ده ما كانش موجود معايا، بس مهم جداً إنك تحس بالمسؤولية، إنك تحس إن في مدير فوقيك، إنك بتاخد تاسكس، إن في نظام، إن في ديدلاين. فده بيأهلك إنك تكون كشخص قادر على تحمل المسؤولية. فانا فتره الجامعه كنت لازم اكون بشتغل سواء بارت تايم او فول تايم، حتى اثناء الامتحانات كنت بشتغل. لازم تكون قادر انك تتحمل مصاريفك، ده بيديك قدره انك كشخص شخص مسؤول عن نفسك وشخص كمان مسؤول عن قراراتك. الحاجه الخامسه ودي مهمه جدا هي التعلم الاونلاين ذاتيا. انت ما عندكش اي عذر حاليا انك ما تتعلمش اي حاجه نفسك فيها، من اول النيوروساينس للداتا ساينس لحد الطبخ. لو عايز تتعلم اي حاجه كل انك تكون محتاجه انك محتاج لابتوب او كمبيوتر ومحتاج انترنت اكسس، وتقدر تتعلم اي حاجه في الحياه سواء كنت في اسيوط او في سوهاج او في اسوان او في القاهره او في اسكندريه او في اي مكان في العالم. فكره ان انا ما اصل ما فيش حد بيدي ده، اصل ما فيش مكان ادرس فيه، اصل ما فيش مكان اتعلم فيه، ده كان ممكن نقولها من 20 او 30 سنه، بس حاليا انت ما عندكش عذر انك تعمل ان ما عندكش اي عذر انك ما تتعلمش. برغم ان انا كنت بدرس صيدله بس كنت حريص جدا ان انا اعرف معرفه عن كل العلوم، فهتلاقي في كورسز كتير جدا بتشرح مثلا علم الاقتصاد في 3 ساعات او 5 ساعات او 10 ساعات او 20 ساعه، فكنت لازم اخد كورس عشان اتعلم عن الاقتصاد. كورس مثلا بيتكلم على السوسيولوجي على السوسيولوجي انا اسف او علم الاجتماع، كورس بيتكلم مثلا عن الستاتستكس او الاحصاء. مهم جدا انك تبدا تقرا وتتعرف وتعرف عن علوم تانية، لان ده بيخليك شخص عندك قدره على الالمام بتفاصيل اكتر عن العالم. الحاجه السادسه ودي حاجه مهمه جدا، عليك بالتشبيك مع الاخرين ومشاركه خبراتك معهم. الناس الاكثر تاثيرا على مستوى العالم، السبب الاساسي او السبب الرئيسي في نجاحهم مش يعني خبرتهم الأكاديمية أو معرفتهم التقنية، ولكن قدرتهم على التواصل الجيد مع الآخرين. فمهم جداً أنك تكون كشخص قادر أنك تشارك معلوماتك، تشارك معارفك، تشارك مصادرك مع كل الناس، لأنك كن متأكد أن الحاجات دي هتتشارك معك بشكل متبادل. أنا فاكر أن أنا دايماً أي حاجة بتعلمها لازم أكتب عنها بوست، لازم أعمل عنها فيديو، لازم أعمل جروب ولم الناس حواليها، لازم أبعت لأي حد أعرفه. شفت مثلاً منحة في السينما، فمنحة مثلاً في التصوير، منحة مش عارف في إيه، أي حاجة بشوفها لازم أشاركها مع الآخرين. وده كمان هتلاقيه بيتم معاك، هتلاقي الناس التانية بتبعت لك حاجات، بتبعت لك مصادر، بتبعت لك معلومات، فهتلاقي ده بيتم معاك، ودي أقوى حاجة ممكن تساعدك إنك تنجح في حياتك. الحاجة بقى الأخيرة ودي حاجة مهمة جداً، إنك تحصل على علامات أكاديمية متميزة.
بعد كل اللي انت عملته ده، دي حاجه مهمه جدا، بس لو كل اللي انت عملته ده ودرجاتك في الكليه او درجاتك في المدرسه ضعيفه، هتكون صعب انك تتقبل في منحه. لو انا راجع بيا الزمن هكون حابب اجيب جيد جدا وامتياز وفوق الامتياز كمان. فمهم جدا انك وانت بتشتغل وانت بتتعامل تعامل تطوعي وانت بتحسن الانجليش بتاعك وانت بتتعلم اونلاين وانت بتتطوع وانت بتعمل كل الحاجات دي، برضو تعمل توازن وتحسن درجاتك في الكليه قدر الاستطاعه. هنختم بحاجتين من صندوق الحكمه. هنختم بمقولتين من صندوق الحكمه. اول مقوله هي للويس باستر، ودي برضو من الصندوق بتاعي، كان بتقول لك chance favor only the prepared mind، الفرص تخدم العقول المتحضره لها. فاكر ان انا في واحد بعت لي منحه في فرنسا، كان برنامج تدريب لمده شهر، قبل الديدلاين بساعه، قبل الديدلاين بساعه بعتوا لي قال لي عمرو قدم. انا طبعا كان كل حاجه كانت جاهزه، الموتيفيشن ليتر جاهز، الريكومنديشن ليتر، خطاب التوصيه، الخطاب التحفيز، الايلتس او توفل جاهزين، السي في بتاعي، كل حاجه جاهزه، تك 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 بعت المنحه جت. فهل ده حظ؟ لا، ده مش حظ. الفرص دايما بتيجي كده اسرع مما في خيالك، ولكن الفرص بتخدم العقول المتحضره دي، فخليك جاهز. الحاجه الاخيره ودي حابب اختم بيها لتوني روبنز، ان بعض الاشياء مستحيله فقط حتى يفعلها احدهم، حتى اوكي بعض الاشياء مستحيله فقط حتى يفعل احدهم ما يعتقد الاخر انه لا يمكن ان يحدث. Things are only impossible until somebody does what another believes cannot be done. عايز احكي لكم موقف بسيط جدا، يعني ان انا فاكر ان والدتي كانت اول حد كنت اشارك معاه فكره ان انا عايز اقدم على منح. انا طبعا كنت بقدم في منح كتير وكنت بترفض، بس جت لحظه كده بدات اوصل للانترفيوز، يعني بدات ان انا يعني خلاص بوصل للانترفيوز. فقلت لها ماما انا عندي انترفيو مع السفاره الامريكيه وعندي انترفيو تاني مع حاجه في فرنسا، وانا سافر دي 3 شهور كمان، بعدين دي بثلاث شهور ومش عارف. وقعدت اقول لها الموضوع كده، قالت لي انت بتقول بجد انت هتسافر امريكا؟ يعني انت عارف امريكا دي فين؟ قلت لها ماما عارف امريكا دي فين، يعني انا هسافر امريكا. قالت لي بس دي عايزه فلوس كتير ومصاريف كتير، ومين هيقبلوك؟ ده مش عارف ابن عمك اترفض مش عارف في ايه، وابن مش عارف مين اترفض في ايه، وابن فلان اترفض في ايه، وقعدت تجيب لي لسته من ناس كتير جدا اترفضوا. قلت لها ماما انا مقدم وان شاء الله هتقبل. فاكر بقى يوم ما جبت الفيزا كده على الباسبور وريتها لها، قالت لي ابني اللي مشرفنا ورفع راسنا، تربيتي تربيتي تربيتي. ايه يا ماما انت مش لسه كنت قايله؟ الشاهد من القصه دي رغم انها تكون مضحكه وكوميديه، إن ساعات وإنت بتتكلم على أحلامك أو طموحاتك حتى مع أقرب الناس ليك، هم مش بيحبطوك ولا هم أشخاص سيئين ولا أي حاجة خالص، ولكن أحلامك وطموحاتك بتكون أكبر من هم يتخيلوها أو إن هم يفهموها. ليه؟ لأن الدائرة المحيطة بيهم وكل الحوادث المحيطة بيهم بتكون بتأكد إن ده مش هيحصل حتى تفعلها أنت. فهل ستفعلها؟